في رصدنا للأجواء داخل الأسواق اليومية والأسواق الأسبوعية خلال شهر رمضان. اليوم موجودين في السوق اليومي بمدينة الشبة من ولاية المديم. يفترض أن السوق معروفة بالأسماك، ولكن حسب ما نشوفه أنه البارح حالة الطقس كانت سيئة شوية، وتقريبا أغلبية المحلات المعدة لبيع الأسماك اليوم مغلقة. اليوم كلها مغلقة. موجودين، مرحبا. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا، مرحبا بك. اذا كان تعطينا فكره على سعر الاسماك اليوم. الاسعار ما في حوت نقص شويه، ما فماش برشا حوت، خاطر بالنسبه للطقس ماهوش باقي نو، فهمت؟ والحوت هاك تخزن له شويه شويه وغالي زاد برشا. يعني الاحوان تظن كلهم مسكرين اليوم على اعتبار انه الطقس خايب. بالطبع الطقس خايب، ما فماش حوت، طقس نو كما نقولوا. إذا كان تعطينا أنواع الأسماك وأنواع الأسماك وأسعارها ترى؟ والله الأسعار عندك صبار سخشين 15 دينار، حمراء وجا غالي 20 دينار، التريليا ب 18000، فما ملو قرو ب 40 دينار، وفما صبار ب 10 دينارات، وراتها ب 14، وفما صبار ب 12000. أسعار هاي اللي سمعتها بياخذ قريتها في الشابة كانوا ياخذوها على الوش. قريت 30 دينار الشوباي ب 25000. شنو الزوال شاب ياكل؟ هذا قفت الزوالي. نشيل اللحم. اخوي اللحوم الحمراء غالي شوي. البقري غالي شوي. ورب الاسوام، فكره على الاسوام. الاسوام اخوي عن الهبره ب 23 دينار. عن الكتلات ب 20 دينار. عن طريف جنب بريشه كي هكايا ب 16 دينار. فهمتني اخوي، وان شاء الله زين. ربي معانا. اعطينا فكره على الاقبال. بالنسبه لاول شهر متوسط، مش لك الكل، فهمتني؟ شيء من ارتفاع الاسعار، فهمتني ولا لا؟ وشيء معناتها الدوله ماهيش موفره للفلاح. نمشي للحوم البيضاء. اللحوم البيضاء شهدت ارتفاع صغير اليوم في السوق اليومي بالشب. مرحبا، اهلا وسهلا. الله يكرمك، ربي يعاونك. كل شيء موجود، كل شيء متوفر. كل شيء ان شاء الله متوفر. اما الاسوام، أسعار أسوام غالية صاحبي، أسوام ياسر. أسوامك تشوف الأسوام تسعر كل شيء، كل نهار فتلوع، كل نهار فتلوع الأسوام، معناتها كل نهار الصوم طالع، كل نهار أفسخ طريفة عاود طريفة جديد. الزوالي مسكينة شنو حلالو؟ راه أعطينا فكرة على الأسعار. أسعار شنو الأسعار صاحبي؟ مثلا كل شيء سكالوب، شوف السوم قداش، 13800، الدجاج عملناه رمضان عملناه 2300، السناب 4500، دوبل أسعار. كل شيء دوبل، عظام 780 مش موجود، هذا كاين فصاح ولا كاين 820. شنو الاسوام؟ القبال موجود ولا؟ القبال ناقص ياسر، القبال ناقص ياسر، من تل الغلاء ناقص ياسر، من تل الغلاء ناقص ياسر، معناتها 10000 ما تجيب شيء، ما تجيب دجاج. صاحب العائله ب 10000 ماشي يعشي صغاره. وصلنا للخيل الغلال والخضر، الخوخ بوطبقاي ما عليهوش سوم، هذا شو السوم؟ هو السوم. وين؟ هو السوم. 3500 ورخيص. رخيص خويا عزيز. اذا كان تعطينا فكره على الاسعار. الاسعار موجوده، تفضل. البطاطا ب 600، بصل ب 600، طماطم ب 12، فلفل الحر ب 2200، فلفل الحلو محشي يعني نقولوا احنا ب 17، فلفل الطويل قرن غزال 980، السفناري 850، القرص ب 17. فما اقبال؟ هكاك شوية. فماش يعني قبل، شو قبل هاك تشوفوا مثلا، فماش العشية شوية خدمة بر، فماش هاك الخدمة نقولوا احنا كيما عملنا أول مثلا، فماش عباد ما عندهاش فلوس ثاني زار، فماش فلوس هذاك علاش ناقصة الخدمة. تو كي مشماش ب 18%، مشماش ب 18%، عملنا الوقت هذا ب 2300 وب 2800، بوطبقا عملنا رخيص، عملنا ب 900 وب 800، السنين موجود مش موجودة بكثرة. فما الخوخ البرزقان ب 18%، كل شيء موجود ان شاء الله. البنات 3400، من 3000 ل 3400، كل شيء موجود ان شاء الله.